مشاهدينا الكرام، نحكي عن موضوع جدا مهم اللي هو أعصاب اليد. كتير من السيدات بيعانوا من هذا الموضوع وبيعملوا تحرير للعصب، ومرات تكون عملية ناجحة أو فاشلة. نعرف التشخيص والأسباب والأعراض من الدكتور طارق التميمي، استشاري طب وجراحة العظام والمفاصل. منرحب فيه، صباح الخير. أهلا، صباح الخير. يا أهلا وسهلا فيك دكتور طارق. أهلا وسهلا. هلا بالبداية خلينا نعرف ما هي أعصاب اليد وكيف المكونات الموجودة باليد. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكر حضراتكم على تواصلكم معي. يمكن هاي تكرار الحالات هاي اللي بنركز فيها على بعض الحالات المتكررة في بين مرضانا في مجتمعنا. صحيح. ونحاول في كل مرة نركز على الآن مرض معين بعد ما تكلمنا بالعموميات. صحيح. حتى يكون الاستفادة والإدراك أكبر ما يكون إن شاء الله. اليد مزودة بثلاث أعصاب. نعم. هاي الأعصاب مسؤولة عن حركة اليد ومسؤولة عن الإحساس. صحيح. نيجي للجانب الحسي اللي هو يصاب فيه هذا الـ هذا الـ هذا المرض. بدنا نقسم اليد إلى ثلثين وثلث. ثلثين هو مغطى من قبل العصب الأوسط اللي هو المرض اللي نتكلم عليه اليوم. نعم. والثلث الخارجي هو مغطى بعصب العصب الأنسي. الثلثين هذول بيغطوا عصب الإبهام، إصبع الإبهام وإصبع الشاهد وإصبع الأوسط. نعم. هذول الأصابع الثلاثة هم الذين يتم تغذيتهم من قبل هذا العصب. ما هو مقصود بالعصب الأوسط؟ منطقة الرسغ، هاي منطقة في الداخل التشريحي كالنفق. نعم. هي بالضبط كالنفق. هذا العصب يتوسط هذا النفق ومحيط من حوله ثمن أوتار. الآن لأسباب تشريحية كأن يكون مثلا في وتر زايد، أو تكون في عضلة زايدة، أو إصابة قديمة، أسباب هتكلم عنها. نعم. يؤدي إلى ارتفاع ضغط العصب. يعني هذه الحجرة لها ضغط زي أي حجرة في الدنيا، فيزيائيا لها ضغط معين. صحيح. لما يزداد هذا الضغط عن حده بيصير في ضغط العصب، فبيبدأ العصب بإعطاء سيالات عصبية متزايدة ومؤلمة. بداية تكون على شكل خدران وتنميل، ولكن تنتهي بشكل مؤلم، ونهايتها المأساوي أنه يصبح في ضعف شديد في اليد. نحكي لستات اللي بيكون عندهم هاي الإشكال أنه ممكن تصل فيك مرحلة أن حتى صينية القهوة أنت ماسكتيها توع من إيدك، أو يصير ما إيدك رجع فيها ضعف، فيها ضعف شديد. نعم. فهذا بشكل عام أنه وين المشكلة؟ هو في العصب الأوسط الذي يحتل مكان معين داخل حجرة معينة. نعم. محاط بأنسجة وأعصاب أخرى بسيطة، لكن هو الفرع الرئيسي فيها. يحصل عليه هذا الضغط فبتحصل عنها هاي الأعراض. نعم. دكتور، قبل انتقال الأعراض والأسباب، أنا حابة أستفسر من حضرتك، ليش تكثر الحالات عند النساء أكثر من الرجال؟ لو نجينا نشوف شو الأسباب الداخلية، كلها أسباب تؤدي لزيادة في الضغط. طيب هذا معناته السمنة تؤدي لزيادة في الضغط، اللي بتكون سمينة بيكون في زيادة في الضغط عليها، الدهون هون أكثر. صح. التغيرات الهرمونية للسيدات في الحمل وغير الحمل مسؤولة عن تجميع السوائل في كثير من مواضع الجسم، وبالتالي هذا متعلق بموضوع السيدات، والسمنة في أي مجتمع غالبا بتكون لجانب السيدات أكثر. اضطرابات الغدة الدرقية، الهبوط في الغدة الدرقية، هذا شائع حدوثه أكثر عند السيدات. نعم. اللي بيكون في عندها هبوط في عمل الغدة الدرقية بيصير في عندها سمنة، وبتراكم بعض الدهون في مواقع معينة في الجسم، منها هاي الأماكن. ماشي. فترة الحمل نفسها السيدة تزداد وزنها، الوزن الطبيعي في الازدياد من 10 إلى 16 كيلو، هذا بنحكي عنها أنه هاي زيادة طبيعية. في أكثر. فما لك ما يكون أكثر. صح. أنا راجعتني واحدة زايدة 30 كيلو، يعني كان شيء. نعم. خرافي. هاي الأسباب معظمها متعلقة بالسيدات. نعم. الأسباب الأخرى اللي قد تشترك فيها السيدات والرجال اللي هو الأسباب المهنية، الناس اللي بيشتغلوا كمبيوتر، يعني على الكمبيوتر فترات طويلة، أو على أي شيء يدوي لفترات طويلة، كثرة الحركة هذا يجهد الغلاف المغلف لهذا العصب، وهذا أيضا موضوع كمهنيا يشترك فيه السيدات والرجال. فإذا معظم الأسباب هي من نصيب السيدات، فلذلك معظم مرضانا يعني بيكون سيدات. قليل ما نشوف يعني شخص رجل إنه عنده هذا الإشكال. يعني إذا كان عنده هذا الإشكال بيكون بحثي عن السبب أكثر دقة، يعني أبحث عن سبب غير طبيعي أو سبب غير شائع، مثلا كأن تكون في عضلة زيادة، كأن يكون في ورم حميد في هذا المكان، ممكن يعني. نعم. طيب دكتور، انتقل للأعراض هلا. نعم. الأعراض
أنا بدي أسأل حضرتك أو أي حدا من السادة اللي بيشوفونا الآن، لو أنه بيضغط يضغط إبهامه على منطقة الرسغ، لو ضغط لمدة 30 ثانية فما أكثر، حيجد نفسه أنه بعد هاي 30 ثانية أنه حيصير في عنده تنميل في أصابعه وما حيتحمل هذا الضغط. الآن الجماعة اللي بيكون عندهم هاي الإشكال هم بالضبط كأنه ليل نهار في ضغط بهاي الطريقة على إيديه، فبالتالي لما بينام بالليل وخاصة في الليل، الإنسان بينام بالليل بيكون إيده بوضعية مثنية. هذا الثني سواء بهاي الطريقة أو بهاي الطريقة يؤدي إلى تضيق أكثر في حجرة العصب، فالضغط بيرتفع أكثر، ضيقنا عليه فبالتالي بيرتفع. فالمشاهد إنه نيجي الآن الأعراض، إنه الكل بيذكر إنه يا دكتور أنا على وجه الصبح، يعني فرضنا بنام على 10-11، على 4-5 بتقوم السيدة من شدة الألم، والألم لما يجعل المريض يستيقظ من نومه يعتبر أن هذا ألم شديد، صحيح، بيستيقظ وبصير تنفض بإيدها من شدة الخدران الموجود. فإذا بداية الموضوع هو موضوع خدران في أوقات مختلفة، ثم ينتقل إلى موضوع الألم الشديد في أوقات الصباح الباكر، ثم تنتقل إلى يكون ألم زائد خدران في جميع الأوقات. طب ممكن يزيد دكتور مع البرد؟ البرد بشكل عام بيزود الشعوب الأعراض، يعني بيضرب على العصب زي ما بقول، بيضرب على العصب، أو هو البرد بيأثر أكثر على العضلات. فالعضلات هي المرآة التي بتتعرض للسيارات العصبية. فهي الآن العضلات تعبانة بسبب العصب اللي عماله بتعبها، وتيجي كمان الجو البارد بيكمش العضلة ما بيخليها بليونتها العالية، ففي البرد كل أوجاع العظام تزداد. لا بل إنه الوجع أساسه هون وإشكاله هون والمصدر الرئيسي للألم في هذا المكان، لكن بالرسغ. لكن أيضا من ضمن الأعراض أنه يأتي ألم يصل للكتف، نسميه referred pain، يعني الألم الراجع، يعني الألم المتحرك، يعني ممكن يوصل للكتف، ممكن وكثير جدا من الأحيان. أن يحصل الثنائي يعني غير المحبب، ألا وهو ضغط العصب في هذا المكان وضغط العصب في هذا المكان، ديسك الرقبة. الرقبة، بالتالي الأعصاب اليد بيكون متشنجة أو تتعرض لضغط من مكانين مختلفين، فتؤدي لأن كل الذراع في حالة تهيج، في حالة ألم. الألم العلوي يؤدي إلى ألم في الجهة السفلية، والألم السفلي يؤدي إلى ألم في الجهة العلوية. خلينا نحكي عن الأمور المختلطة على الأطباء في تشخيص الحالات. نعم، الاختلاط يأتي أيضا من المريض نفسه. يعني ساعات المريض ما بيكونش دقيق في الشكوى، أنا إيدي بتوجعني، أنا إيدي خدراني، أنا أصابع إيدي بوجعوني. ممكن المريض يقول لك أنا عندي أصبع واحد فقط بوجعني، ويكون تابع نفس المرض، وهذا العصب في الآخر حيتشعب. فممكن أنه يكون الضغط جاي على إحدى هاي الشعيبات أو إحدى هاي الأفرع، فبتلاقي المريض بيشكي من أصبع أو أصبعين. فنفس الشكوى نفسها بتكون غير مثالية، بنسميها not typical، مش واضحة، فبالتالي يؤدي إلى الاختلاط ما بين هل هذا روماتيزم، هل هذا نقص في فيتامين دال، هل هذا نقص في فيتامين B12. يعني مثلا ممكن زميل من اختصاص آخر يفكر في الأمور المتعلقة في تخصصه، صح، وبالتالي ما تجيش بباله أنه يكون في عنده ضغط العصب. الجراح ممكن يفكر غير جراحة العظام، الأعصاب ممكن يفكر غير الباطني، وباطن الأعصاب ممكن يفكر، وهكذا. نعم، فهون بيأتي الاختلاط. ثم أنه الأعراض في اليد، وهذا مهم جدا، قد تكون مصدرها الرقبة، يعني قد تكون اليد بريئة والرسغ بريء تماما، لكن طريقة التوزيع العصبي بتخليك تعرف انه هاي الشكوى تعود للفقرة رقم 5 او فقرة رقم 7، بتمتد لليد. بالضبط، لما اعرف انه مثلا في مشكلة في فقرة رقم 6 انا بعرف انه الابهام رح يشكي في المكان الفلاني، مشكلة في فقرة رقم 8 بعرف انه كفة اليد رح تشكي المكان الفلاني. فهون بيلزم يعني الهدوء في اخذ السيرة المرضية والهدوء في الفحص المتقن، حتى انك ما تضطرش تعمل عملية لمريض ما بيشكيش من هذا المكان. طبعا قد تحصل، ولذلك نطلب فحص التخطيط. هذا فحص التخطيط مفيد على جميع النواحي، اذا جاء ببين واضح لانه بالضبط، اذا جاء بالسلبيه انه ما في شيء يبقى احنا استثنينا امر مهم، فنفكر بشيء ثاني. اذا جاء بالايجابيه انه في شيء، فانت بتعالج بناء على هذا الشيء. طيب دكتور، لو حدا عمل العمليه وفشلت رجع الالم، وهذا ممكن العمليه تنعمل مره ثانيه ويكون افضل واحسن؟
تنجح يعني. المريض يعني حتى لو تراخى وحتى لو تشائم وحتى لو زعل وحتى لو ما كان راضي حيأتي عليه وقت ويوم ويطلب هاي العملية بلسانه من شدة الضغط العصب وشدة الألم ما يكون موجود. نعم. نحكي عن أسباب فشلها يعني. أسباب الفشل إنه الإشكال مش بس فقط في الرسغ، أنا في عندي غشاء بيمتد من نهاية الساعد لبداية الكف فهو طويل. فبالرغم من الجرح العملي جرح بسيط، لكن يفترض على الجراح أن يقوم بتحرير العصب من بدايته لنهايته. نعم. فإذا هذا الشيء لم يحدث وفقط أنت حررت العصب من منطقة الرسغ، بتحسن المريض شهر شهرين ثلاثة على الأكثر 6 أشهر، لكن تعود المشكلة مرة أخرى لأنه العصب من البداية والنهاية ما تمش تحريره. فإذا تحرير العصب بشكل كامل هو المفتاح الذهبي إنه المريض ما يعود يشكي مرة تانية. نعم. أسباب الفشل الأخرى أنك أنت ما شخصت الصح، بمعنى أنه والله في غدة في الداخل، أنت بس دخلت وفتحت الغشاء اللي محيط بالعصب، طب الغدة ما شلتهاش، هي الموجودة أصلا صح. وبالتالي رجعت مرة تانية الإشكال. عند كنقول أكثر من 98% من المرضى بيكون في تحسن ممتاز ما بتعود طول العمر إيش مكان أنك أنت فتحت هذا الغشاء، وبالتالي حتى لو هذا الغشاء التئم، وبالمناسبة هذا الغشاء يلتئم مرة أخرى ولكن لا يلتئم بنفس الضغط اللي كان موجود بالطريقة اللي كان خلق الله سبحانه وتعالى. فهي نسبة نجاحها عالية جدا بشرط أن تعمل بشكل صحيح وسليم. وبالمناسبة هي كجرح عملية لا تجاوز 2 سنتي إلى 2 سنتي بالأكثر، يعني هي فقط جرح بسيط، وبعد شفاء الجرح لا يكاد يرى الجرح في الكفة. لكن هذا الدكتور الشاطر مثل حضرتك يعني في والله بيفتحوا منيح يعني لا يفترض يعني في جميع مهما كان السبب في الداخل أكثر من 2 سنتي أنت بالأصل ما بتحتاج، بيكون كل شيء أمامك مفتوح. الآن فرضنا مريض رجعت الأعراض مرة تانية، زي ما حكيت لك هو مضطر أنه يعيدها مرة تانية لأنه الالتصاقات اللي تحدث على شيء أصلا لم يتم فتحه بشكل سليم تحتاج لعملية، وتكون إذا الأولى كانت عمليتها 10 دقائق هي قد تحتاج إلى نصف ساعة، تحتاج إلى تركيز أكثر. البعض ممكن يستخدم فيها المنظار، يعني ذكر في الكتب الطبية لكن وجد النتائج متماثلة أنه ممكن تستخدم فيها المنظار في هذا المنطقة هذا الحيز. نعم. لكن وجدوا أنه بسبب غلبتها وأن النتائج متساوية. نعم. فما عاد حد يستخدم المنظار في هذا الموضوع. هل بننتقل لدكتور الفئات اللي بتحدث معها هاي الحالات؟ فئة معينة يمكن من الناس، من فئة الرجال هي فئة الطبقة اللي ذات الكادحة اللي شغله يدوي بشكل كبير، يعني برضو من المرضى الذي لا أنساهم مريض يعني عامل وطن بيستخدم إيديه بقوة يعني، فأصلا حتى ملمس إيديه ملمس الجلد عنده بتلاقيه خشن يعني، فهذا كان يشكو شكوى مرة من الجهتين، وبالرغم من لا ننصح بإجراء العمليتين في آن واحد أصر علي بسبب ألم أنه نعمل عمليتين في الجهتين في آن واحد. فبالنسبة للرجال هم أصحاب الأعمال اليدوية، بالنسبة للسيدات هم العاملات في قطاع يدوي كالكمبيوتر وغيره، ممكن الخياطة أي قطاع الخياطين، ممكن تلاقي واحد ساعاتي بيستخدم يده بشكل دقيق، الأعمال اليدوية صعب تلاقي عند واحد إنسان مكتبي وبس يعني شغل توقيعات بسيطة أو شغل شرح بسيط يعني ما بيستخدم إيده بكثرة يعني. هاي معظم الفئات. من السيدات زي ما حكيت لك اللي هم اللي عندهم انخفاض في الغدد الدرقية، اللي في عندهم سمنة مفرطة، اللي في عندهم اضطرابات في الهرمونات النسائية عندها بدي تجميع سوائل. حتى بالمناسبة كثير من السيدات أثناء الحمل أو مباشرة بعد الحمل بيشكو من هذا الموضوع. لا ننصح بإجراء أي شيء جراحي لأنه غالبا بعد نزول الوزن وغالبا بعد نزول هاي السوائل من بعد الولادة، يعني نحكي ضغط مؤقت فبنستنى عليهم على الأقل 6 شهور ومعظمهم بتحسن، يعني معظمهم بيكون الأمور تمت بسلام لوحدها يعني. نعم. طيب دكتور بنهاية لقائنا إيش حابة توجه نصائح اللي عم بتابع صباح نور مينا؟ الوقاية خير من العلاج، يعني الاستخدام المتزن لكل عضو من أعضاء جسمنا. لا نغتر بصحتنا وشبابنا، كل شيء له طاقة تحمل طبعا، وأنه إذا حصلت الأعراض أنه لا تتردد، على الأقل تروح عند طبيب تسمع منه، مش طالبينك تعمل بإجراءات الجراحية بداية. الناس عادة بس عندها فوبيا من الجراحة، لكن على الأقل تسمع، لعله هاي الإرشادات في بداية الأمر بيكون منجا لك أنك أنت تتقي أنه تمشي في المرض أكثر وأكثر، وبالتالي بيحصل علاج بشكل بسيط وسهل، ممكن حبة دواء تحل الموضوع، لكن ما يكون حاجز بينك بين الاستشارة الطبية. نعم.
شكرا كثير لك دكتور طارق التميمي استشاري طبعا طب وجراحة العظام والمفاصل. كل طبعا الشكر والاحترام لك. تسلمي. شكرا بارك الله فيك. يعطيك العافية. تسلمي.